للحاضرين والعازمي انا اشوفه يتبسم يا طويل العمر ويصفق التصفيق المعجب. يعني شاعرين عاده الشعراء يكون بينهم تنافس، لكن اخونا عوض حضوره بلا شك مثير. لا بالعكس، انا الابداع ابداع زميلي ابداع لي، واي شيء قال في الوطن مقصرين مهما قلنا مهما وصلنا. الله يطول عمرك اخوي عوض، انا الان اطالبك بنص يا الله ترحم كل نفس شهيده شهيده وتنصر جنود الدار ذربين الايمان. يا الله حنا رماح مهمنا كيد العدو، مهمنا راع الفتن والمكيده، حنا قبيله بالوطن مثل الاخوان. الله لعيون من يحمي ثراه ويشيد ارواحنا لاجل دون الوطن ما لها ثمان، هذا الوطن صعب على من يريد في ظل سلمان العدل وبن سلمان. الله صح لسانك صح لسانك ويستاهل. الان انا انتقل طال عمرك لاخوي بدر قياده الحلقه واداره استكمال اداره الحوار علشان جزاء له ورد علي امثاله لما قام به بالامس من عمل. قول له يرحمهم الشهداء رحمه الله، الله يرحمهم وينصر وينصر مربطي. امبارح مدلع الروح حبيبي، ما شفته مدلع الروح ولا علمني البارح. انا استاذنكم استاذ المشاهد الكريم، استاذنك ابو الله يسلمك. استاذ المشاهد الكريم تفضل ابو فمان الله فرصه عيده. الله يسلمك. بيني وبينك تواصل. يا هلا يا هلا، جيت لي حياك الله. عز مقامك الله يوفقك. اقول عزمي قام سلمت عليه وانا جالس. لا فيده انا ما يحقني شك بنفسي ولا يحقني شك بك. صل على النبي بنغدي غدا عادي. انا عندي عيال طالعين من دارس وام العيال هذا يرسلوا وخلها على الله. لا تقاطعنا بس. وجيتكم وانا وجعان لكن الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا يا بعد راسي. هذا شلون هناك هناك عند ابو ثامر عند ابو ثامر فرصة سعيدة. الله يسعدك يبارك فيك. يا مرحبا والله ما سهل. اصلاح ذات البين ايه وقفة عظيمة، اللي دعمها يكسب الأجر والخير، والخير مسعى للنفوس الكريمة اللي تشع وجيههم بالتبشي. الله يرحم والديك ووجهك يا الأمير. يا مرحبا اللهم أسهل. نودع لي راحة ونقول الله يحفظهم بالسلامة، وحي الله أخوي عواض، حي الله أبو شايع. يا مرحبا بكم جميعا حياكم الله. شوي سبحان الله لما نبطي على المجلس والله أنا اشتاق له، وأنا تأخرت شوي لظرف بسيط وأعتذر منك يا أخوي عواض وأبو شايع وأبو سليمان، لكن المثل يقول ما بطى من جاء. يا سلام. ها كلام. الله يسعدكم جميعا. تو كانت قصائد جميلة جدا عن الوطن، ولا يعني صراحة أبو ثامر كذلك أضاف تعليقات جميلة، والوطن مثل ما قلتوا لو قلنا فيه ما قلنا ولو فديناه برواحنا ما كفينا. يعني صراحة من أكبر النعم أنك تعيش في وطن موحد، وطن يدعمك، وطن يسندك، وطن أنت تعتز أنك من هذا الوطن. يعني نعم عظيمة بيوت الله الحرام، يعني بيتين الله الحرام موجودة عندنا، وحكومتنا الرشيدة ما قصرت علينا، رفعت مستوانا ورفعت مستوى التعليم، مستوى الاقتصاد، مستوى جميع المستويات. الآن احنا نناهل الدول العظمى، هذا كله من فضل الله سبحانه. الغنايم تدري انك طال عمرك انك تعتبر طال عمرك اضاءه طال عمرك من الله يرحمه النور اللي شع في هالمجلس الله يرحمه. غيابك له فتره عندما غبت كثير لكن تظل وجودك لها معنى، لها معنى. الحقيقه سعدنا اليوم بضيوفنا اللي جونا من سواء من وسط المملكه واللي جانا من الشمال، وان كان الحمد لله ما شاء الله تبارك الله القريه اللي في اخر المملكه ولا في شمالها واللي يعتبرون مع بعض. أمرين يا طويل العمر، فأنا أستاذنك يا طويل العمر يعني في قصيدة قلتها وبدي تفهمها، لكن إن شاء الله أنها بعد الأذى. هذا باب. الباب الثاني فأنا أشكر باسمك وباسم العازمي صبيقة حطان طويل عمرك أهداني مشلحه، وأنا أقول بيض الله وجهه وشكرا له. هذا ما حبيت أني أضيفه، وإحنا على موعد مع الأذان تقريبا دقائق كذا. انما يا طويل العمر نقول هذه من بركه هذا المجلس، يا ما سعدنا فيه بضيوف مثل العازمي ومثل الرويلي واللي سبقوهم. وطال عمرك امور كلها نقول ما شاء الله تبارك الله. تفضل سليمان. فلذلك يا طويل العمر نقول يا طويل عمرك يعني قدام هذا نفدى عبد الله الله يسعده، نبغى نسمع منك شيء قدام لانه قربنا على هذا. الله يوفقك. طيب المجال لك. بما ان
بوقت أذانة بجيب لكم قصيدة وجدانية شوي دينية. يقول يا دمعة العين هلي واغسلي حزني، يا دمعة العين هلي واغسلي حزني، أحتاج للدمع فعلا بعض الأحيان، شهور والحزن بيطاره مبروزني ومخفيه ما بينه لفلان وفلاني، ما بين هدف الحنايا لين نرفزني وظهر على الوجه للقاصي ولداني، تكفيني العين بدمعني ميزني دمعة ندم خشية من عالي الشاني، يمكن تعلي درجاتي وتبرزني ويمكن ترجح نهار العرض ميزاني، يرضاك يا رب قبل الموت ينجزني ولطفك وعفوك اللي أكف أنت بكفاني. سلامتك. الله يرضى عليك ويوفقك ونحب. كم شيخ قام ما لا درجه من اختمها، يمنه عافنه وهقوى تهدانا وياها، وكم فقر انت حقر الناس هندمها، وليعتزى تقلب الدنيا عزاوية، وليعتزى تقلب الدنيا عزاوية. هذه أطبقت على كل منه في ذا المحل. بعض الرجال تجمل وانحضر جملا، وجمل كل ما ياتيك من صوبها، يا شريف ليل شتاه يضوي الهمل، ويبشرك بالعشاء والضوء مشبوبه، ويبشرك بالعشاء والضوء مشبوبه. فعلى ما قال الرجال شروا ما يسمع، تمثل فيهم كل علم طيب، ولاحضروا لقيت منهم العلم الطيب. فعلى ما قال لقينا منك اليوم السؤال في الزينة والقصيد الزين اللي ما يمل، والله يصح لسانك، والله أنا استفدنا منك الشيء الكثير، وإني سعدت أني طلعت معك في ذا اللقاء، لا أنت ولا أبو سليمان، ولو أن أبو عبد العزيز على ما قال زينتنا في ذا المحل وفي كل محل نجي فيه جعله يسلم. مقصرين معك أبو شايل. الجمهور الله يطول عمرك. الجمهور دائما إذا جيت يقول صور أبو سليمان، صور أبو عبد العزيز، والاثنين ضل لازم نطهرهم نتأكد أنهم موجودين. وعلى ما قال رجال والله أنا نستفيد منهم، أنا كنت متسابق والله العظيم إن أبو عبد العزيز يدري بالشيء ذا، أقول والله يا أبو عبد العزيز ودي إنك تجينا في الليل يا رجال، ودي أحضر معكم لو إيش أستفيد، وأكبر محبة لهم وأكبر شيء على ما قال أنا كنا لهم إني أستفيد منهم صراحة، أجي وأستزيد بهم وأتنومس معهم، وعلى ما قال أستفيد منهم، وفي نفس الوقت من محبتي لهم والله العظيم عن البرنامج ذا قد انتهى، وأكلمه أبو عزيز دائما أقول أبغى أجي معكم أبغى أحضر معكم، وهو دائما على ما قال دائما يقول بالعكس والله أنك تشرفنا وجودنا، فالله يطول عمره. أي والله أبو شاي على ما قال اليوم ما على ما قال ما شبعنا من أبو عبد العزيز، حنا موجودين لو ناخذ زود ساعتين من البرنامج لك تاسر أهم شيء نجلس معك.